كتابة سيناريو لفن الإيماء الميم والبونتوميم اللي هي بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل وبالضبط بالمركز التربوي الحسن الثاني اللي المدة ديالها غتكون 27 28 29 أكتوبر ولقاء مع مجموعة من الشباب اللي غادي يعيشوا معنا 3 أيام ديال هذه التجربة هذه ويقدروا يكونوا معنا في جميع التجارب باعتبار ان الايماء هو فن من الفنون البصريه والفنون المشهديه كذلك ويعتمد على الصمت وهو لغه عالميه لان يمكن تكلم جميع اللغات فالجسد يحكي كذلك كاين الجسد السارد كيف ما قال احد الباحثين اللي معنا وهناك تكون الحكايه ولكن هذا الجسد هذا لابد من واحد الكتابه اللي كتكون كتابه فيها جيد وفيها مرحله من المراحل وعلامات واشارات الشباب من اجل تكوين المسرحي اللي كيشكل واحد الجانب واحد الشق مهم في الممارسه المسرحيه عموما وما يميز هذه الورشه هو الشغل على الميم والبونتوميم اللي هي ماده قليله في التكوين المسرحي عموما للساحه المغربيه والورشه كتجي في هذا الاطار تغطيه هذا النقص تكوين في هذا الجانب اللي كيعتمد الميم والبونتوميم بشكل اساسي على الشغال على الجسد وورشه كيأطروها خيره المؤطرين على راسهم الاستاذ جناح التعميل الاستاذ علي العلاوي الفنان حميد مرشيد وهذه ورشه غادي تفتح لها ما يقرب من 100 شاب وشابه غيخضعوا لتكوين مستمر خلال 3 ايام متتاليه فيتوج في نهايه المطاف بشهاده ديال المشاركه في هذا التكوين اللي غيفتح لهم مره اخرى انهم يستمروا في عمليه التكوين وانا اظن ان هذا النوع من التكوين في الورشات خص الوزاره تزيد تعطيه اهتمام اكثر لانه هو اللي كيترك اثر بشكل مباشر على المواطن المغربي وعلى الشباب المغربي اللي احنا لكن في الميم البونتوميم والإيماء أيضا نكتفي على مستوى الاستهلاك على ما هو فرجوي لا غير وهنا تحضرني عبارة أو مفهوم الجسد السارد بمعنى أننا نقدم عرضا ونكتفي من خلال تقديم هذا العرض على ما هو مشهدي على ما هو مرئي وهذا عمل جبار لابد أن نؤطر فيه وأن نكون فيه أجيال عديدة لكي تلامس هذا الشغف الجميل وأيضا لكي تقف عند الحدود القصوى المتعلقة بما هو أكاديمي وهذا هو دور هذه الأيام التكوينية التي نختزلها في 3 أيام بدءا من اليوم ثم الغد ثم بعد الغد وأيضا هذه الورشات سوف توزع على مراحل عديدة أو على مستويات عديدة فيها ما هو فكري وفيها أيضا ما هو جسدي اليوم كانت الافتتاح وغدا وبعد غدا الورشه كنتكلموا فيها على فن الميم والبونتوميم والفرق بيناتهم وميكانيزمات الاشتغال على بخصوصا مع الشباب اللي كاين دابا اللي ما عندهم حتى شي درايه بهذا الفن اللي هو فن قديم جدا اللي هو قدم من المسرح ولو انه جزء منه لان بدايه المسرح بدا بدون كلام احنا غنحاولوا غدا الوليدات اللي كاينين نحاولوا نشرحوا لهم هذا الفرق بيناتهم ونوريهم طرق الاشتغال وكيفاش يقدروا يعبروا بدون كلام هما وصلات وغنحاولوا نوجدوا معهم وصلات اللي يقدروا يبداو من هنا يبداو يقدروا يقدموهم في مدارسهم في كلياتهم في عروض مسرحيه لان شحال هذه ما بقاوش العروض ديال الفن ديال الميم شحال هذه ما بقاتش في المغرب دونك هذه الوقت اللي فكر الاستاذ جناح التامي في هذه الفكره قال لك لماذا لا نعاود نبداو الاحياء ديال هذا الفن الراقي الفن الجميل